أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مكاناً يستطيع الشخص أن يعبر من خلاله عن آرائه بكل سهولة ودون حدود. ومع هذا التطور التكنولوجي وحرية الرأي ظهر ما يسمى بمصطلح خطاب الكراهية. في دراسة نفذها مرصد أكيد بالتعاون مع شبكة الصحافة الأخلاقية في شهر تشرين الثاني من عام 2019 لرصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأردنية، كانت النتيجة أن خطاب الكراهية في تزايد، وأن مواقع التواصل الاجتماعي جاءت بالمرتبة الأولى من حيث ظهور خطاب الكراهية فيها. كما كشفت النتائج أيضا بأن التشهير بالآخرين يتصدر المرتبة الأولى من ناحية الممارسة. اليوم سنتعرف على مفهوم خطاب الكراهية وكيف يتعامل معه القانون مع المستشار القانوني خالد خليفات. صباح الخير لك أستاذ خالد. صباح الخير أستاذ إسراء. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية أستاذ خالد، يعني الكثير من الممارسات التي نراها مؤخرا، ويمكن تحدثنا عن هذا الموضوع في أكثر من مناسبة عبر قناة المملكة وعبر صباح المملكة، من الواضح أن هناك عدم فهم لأهمية وتداعيات ما نكتبه أو ما نتحدث به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هل ممكن أن نعرف خطاب الكراهية، ما هي ملامحه؟ حقيقة أول صباح الخير، يعطيك العافية أنت والملائكة. تعريف واضح لخطاب الكراهية في التشريعات المحلية وحتى العربية، ما في تشريع محدد وواضح ومنضبط لخطاب الكراهية. حتى في القانون الدولي، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بكل المعاهدات الدولية التي أبرمت ما بين الدول، لم يكن هنالك تعريف واضح لخطاب الكراهية. لكن هنالك صور وأشكال متعددة وعديدة لخطاب الكراهية، قد تكون على شكل خطاب، قد تكون على شكل صور، قد تكون على شكل فيديوهات، قد تكون على شكل إشارات. كل هذه الأفعال إذا كانت تحمل في طياتها أو في مضمونها تحريض على الكراهية أو على البغض أو على الازدراء أو على التمييز ما بين الطوائف أو العرق أو الجنسية، هي في مضمونها أو في طياتها تحمل خطاب كراهية. لكن أن نقول بأن هنالك تعريف منضبط وواضح ومحدد لخطاب الكراهية، لا. لكن نحكم أو نقرر بأن هذا الخطاب أو أن هذا الفيديو أو أن هذه الصورة تحمل في طياتها خطاب كراهية أو تحريض على الكراهية، يكون من مضمون الخطاب أو الصورة أو الفيديو. طيب يعني أستاذ خالد، نلاحظ أنه عندما يصبح الموضوع مشاع بين أكثر من شخص، عندما يصبح موضوع للنقاش، الأثر الاجتماعي يأخذ صدى أحيانا. هون برأيك يصبح لفت النظر لهذا الموضوع؟ يعني هل يعي كثير من الأشخاص أنه من شخص لشخص ممكن أن يكون هناك خطاب كراهية برأيك؟ خطاب الكراهية إن قل أثره أو تداوله ما بين الأفراد أو الجماعات أو الدول، هو ذات الخطاب وهي ذات العقوبة. يعني خطاب الكراهية ليس مرتبط بأن يكون موجه إلى شخص أو إلى مجموعة أو إلى طائفة أو إلى بلد. خطاب الكراهية قد يوجه إلى شخص وقد يوجه إلى أشخاص، لكن الأثر الذي ينتج عن هذا الخطاب فيما إذا كان ما بين فئة محددة أو ما بين أطراف أو ما بين شخص إلى شخص، قد يكون هنالك خطاب كراهية في دائرة أو في مؤسسة تجاه الموظفين من قبل الموظفين بعضهم، وقد يكون هنالك خطاب كراهية ديني أو طائفي أو عرقي. فالفكرة ليست بأثر أو عدد من تأثر بهذا الخطاب، الفكرة بأن هنالك خطاب يحمل في طياته تحريض على البغضاء أو على الازدراء أو على الكره ما بين أبناء الطائفة أو بين أبناء البلد أو بين العرق كامل. طيب أستاذ خالد، يعني إذا كان أحيانا خطاب الكراهية مقبول لدى مجموعة من الناس أو فئة معينة، هل هذا يعطي شرعية بشكل أو بآخر قانونيا نتحدث؟ قطعا لا، قطعا، لأنه هذا الخطاب إن كان مقبول ما بين طائفة أو ما بين حزب أو ما بين أفراد دولة واحدة، لا يعني أنه قد لا يؤثر أو قد لا يشكل خطاب كراهية تجاه الطائفة الأخرى أو تجاه الحزب الآخر أو تجاه أبناء المدرسة أو الجامعة أو مشجعي النادي الفلاني أو النادي الآخر.
يعني احيانا بيكون خطاب الكراهيه ضد المراه مقبول من قبل كثير من الرجال مثلا. يعني اللي حضرتك هلا بتحكي وكانك بتشكلي خطاب كراهيه على الرجال، انه الرجال لا لا لا، انا بحكي مجموعه من الرجال، هل هذا يعني بالعكس، يعني يمكن اكثر من يقف مع المراه هو الرجل اكثر من المراه نفسها استاذ خالد عشان نكون صريحين، لكن يعني الفكره انه هل القانون يرى بعين الاعتبار الثقافه المجتمعيه؟ هل المجتمع وطريقه نظرته لبعض الامور هي مبرر كافي احيانا للخوض في هذا النوع من الخطاب؟ لانه فيه بعض المصطلحات مستخدمه اجتماعيا، بعض يعني الطرق المتعارف عليها هي كراهيه ولكن اصبحت مقبوله يعني شيوعها بين الناس. طيب جزء من مصادر التشريع العادات والتقاليد، تمام، لكن ليس في الأردن. نعم. يعني في بريطانيا قد يكون جزء من التشريع، لكن بالأردن إذا كان هنالك اصطدام أو عدم قبول ما من الناحية القانونية لبعض التصرفات لكنها مقبولة من الناحية الاجتماعية، هذا لا يعفي من العقاب ولا يعني بأن الخطاب المقبول بين الرجال تجاه النساء أو ما بين النساء تجاه الرجال اجتماعيا انه لا يشكل فعلا قانونيا مجرما ولا ينتج عنه خطاب كراهيه. يعني في بعض الامثال التي متداوله اجتماعيا ما بين الناس قد تشكل او تشكل بالفعل خطاب كراهيه تجاه طائفه، تجاه حزب، تجاه نادي، تجاه الافراد بعضهم الى بعض، الا انها قد تكون مقبوله احيانا بينهم. يعني متأسف اني احكي لك وارجو ان لا افهم خطأ، من بعض الامثال الشعبيه المتداوله انه ولتعذرني السيدات والنساء انه هم البنات للمنات، هذا في حد ذاته في خطاب كراهيه، لكن هل بالقانون هذه العباره معاقب عليها؟ لا، انا لا ادعو الى خطاب الكراهيه ولا اشجع عليه، وانبه الناس بان الكثير من الاقوال او الافعال او التصرفات او الصور او الرسومات او الاشارات أو ما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطابا للكراهية، والقانون لا يعفي من يدعي الجهل به. لذا يجب على المواطنين وكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون حذرا عند استخدامه تلك المواقع، لأن الأصل منها ليس أن تكون منبرا للكره والبغضاء والاستهزاء بالآخرين، بل الأصل أن تكون هي أداة للتواصل الاجتماعي الراقي الفني الثقافي أو حتى الاقتصادي والخطاب السياسي. طيب أستاذ خالد، عندما نتحدث يعني عن تكرار بعض الحوادث التي تشاع أنها نوع من خطاب الكراهية، عندما نتحدث عن القانون هناك عقوبة واضحة ولكنها من الواضح أنها غير رادعة لكثير من الأشخاص، هل برأيك أن هناك مشكلة في نوع العقوبة بحيث أنها لا تشكل رادع عند كثير من الناس؟ وعندما يكون مجموعة كيف يتعامل القانون؟ يعني هل كل شخص مسؤول عن نفسه؟ المشاركة الجماعية كيف يتعامل معها القانون؟ طيب القانون نص على عقوبة على خطاب الكراهية لكن تحت مسمى آخر، وهذه العقوبة تفاوتت من فعل إلى آخر. يعني استخدم المشرع الأردني مفردة إثارة النعرات أكثر من كلمة الكراهية. كلمة الكراهية وردت في ثلاث مواطن، وردت في قانون المطبوعات والنشر الملغي، ووردت في قانون الإعلام المرئي والمسموع، ووردت في قانون العقوبات، تمام. لكن عبارة إثارة النعرات هي أيضا خطاب كراهية، وردت في قانون العقوبات، والعقوبة عليها أكثر من كلمة الكراهية. يعني مثلا كلمة الكراهية بقانون العقوبات في أحد، إذا استخدم خطاب كراهية في المنشآت التعليمية أو الرياضية العقوبة من 3 أشهر إلى سنة. لكن خطاب الكراهية بالمادة 150 من قانون العقوبات قد تصل إلى الحبس 10 سنوات، تمام، لأنه فيها حظ على إثارة النعرات ما بين الطوائف أو المذهبية والعنصرية، فكل فعل عليه عقوبة تختلف عن الآخر وفقا لمقدار هذا الفعل.
نعم، عندما نتحدث أيضا على أنواع خطاب كراهية أخرى، مثلا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثلا تجاه أطفال من نوع معين، يعني خطاب الكراهية أنواع مختلفة، هل لك أن تذكرها لنا وكيف يتعامل القانون مع مجموعة هذه الأنواع؟ طيب أستاذ إسراء، كل رسم، كل صورة، كل خطاب، كل كتابة، كل فعل، كل تصرف يحمل تحريضا على الكره، التمييز العنصري، الطائفي، المذهبي، تمام، هو خطاب كراهية. بمعنى إذا رغبت أن أضرب لك بعض الأمثلة، لأنه أمثلة شائعة وكثيرة ومتعددة في خطاب الكراهية، تمام، مجرد القول أو التمييز على أساس اللون، على أساس الجنس، على أساس العرق، على أساس الدين، على أساس المذهب، على أساس الطائفة، كله يحمل في طياته خطاب كراهية. مجرد القول بأن الأستاذ إسراء دون غيرها تقدم برنامج صباح المملكة وغيرها أفضل، تمام، دون أن يكون سبب، هنالك سبب واضح لهذا الكلام أو ما يدل أو يثبت صحة كلامي، هو تحريض على الكراهية، لأنه فيه ازدراء، فيه استهزاء، فيه بغض تجاه الأستاذ إسراء. كيف أغير صيغة الجملة حتى يصبح تعبير عن الرأي؟ طيب، إبداء الرأي شيء وخطاب الكراهية شيء، لأنه قد يكون هنالك كلمة حق يراد بها باطل. بمعنى خطاب الكراهية قد يكون ضمني، يعني وإذا سمحت لي، معلش أنا بس بذكر اسم حضرتك من طبعا من طبعا بالعكس التحقيق. يعني بتسهل طبعا علينا الموضوع من خلال الأمثلة أستاذ خالد وعلمنا. طيب، يعني مجرد القول والاستفهام بطريقة استنكارية، لماذا الأستاذ إسراء دون غيرها تقدم برنامج صباح المملكة مع حركة مثلا بتعابير وجه تثير سواء السخرية أو الاستغراب أو التحفظ لدى المشاهد أو المستمع نوع من الاستفهام، هذا بحد ذاته خطاب كراهية لأنه في تحريض، تمام. لكن بالقول بأنه هنالك أسس ومعايير لمن يتبوأ تقديم برنامج صباح المملكة، من هذه الأسس 1 2 3 هي جميعها متوافرة في الأستاذ إسراء، نعم متوافرة فيها، هذا تعبير عن الرأي. نعم، يعني من الواضح أن هناك أسس علمية للتعبير عن الرأي وغير موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما نراه الآن على مواقع التواصل لا يعبر ولا 1% أستاذ خالد عن ما تذكره الآن، يعني هل تعودنا على هذا الخطاب؟ هل القانون، يعني هل هناك في عملية مراقبة؟ هل يحتاج الموضوع للشكوى من قبل الناس، الجماعة بشكل عام، حتى يعني يتم لفت النظر لهذا النوع من الخطابات؟ بعض أنواع الخطابات قد تحرك من قبل النيابة العامة، لأن الموضوع مرتبط بالعقوبة، يعني إذا كان هنالك ازدراء للأديان، ازدراء لأرباب الشرائع، تحريض على الفتنة، تحرك من قبل النيابة العامة، لأنه لا سمح الله في زمن الحرب أو إذا كان متوقع نشوفها، من يحرض على الفتنة أو على الكراهية أو على إثارة النعرات، العقوبة قد تصل إلى الأشغال المؤبدة، تمام؟ لكن في الوضع الطبيعي أو في الأيام العادية العقوبة قد تختلف. اليوم الدور دور مجتمعي، مش دور حكومي ودور قضائي فقط، دور أسري، دور تعليمي، لأنه ثقافة أو حزم أستاذ خالد، ثقافة أو حزم برأيك هو المطلوب؟ ابتداء ثقافة، ثانيا حزم أو عقوبة، لانه مش دائما العقوبه قد تكون رادعه. نعم، تمام، وقد يتهم او قد تتهم الدوله احيانا بانه في حال شددت العقوبه بانها تحارب حريه الراي والتعبير، لانه المعيار احيانا ما بين او مش احيانا دائما المعيار الفاصل ما بين حريه الراي والتعبير وما بين الكراهيه. نعم، بحاجه الى تدقيق وتمحيص. الكثير من المواقف او من التعبير عن الاراء قد تكون واضحه بانها تحمل مفهوم كراهيه، لكن تعرف احيانا من يتبنى وجهه نظر قد تكون معاكسه او مخالفه او مغايره، وهنا يعود القول الفصل للقضاء. يعني نتمنى ان تكون الرساله وهذا الوعي بهذا الموضوع وصل. خالد خليفات المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.